بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء يسعدني أن أرحب بالضيوف الكرام في الأسبوع الثاني من الموسم، ويسعدني أن أقدم ضيفنا الكريم سيد ضياء الموسوي، شخص لا يحتاج إلى التقديم، لكن في اختصار نقدم له سيرة ذاتية مختصرة. سيد ضياء الموسوي باحث وشاعر وأديب من مواليد 1970، من مواليد دولة البحرين، مملكة البحرين عفوا. درس العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة لمدة 10 سنوات حتى وصل إلى البحث الخارج. حاصل على شهادة البكالوريوس في الآداب والماجستير في فقه السنة. يرأس حاليا مركز الحوار. يكتب عمودا يوميا في الصحافة البحرينية المحلية، وله كتابات في جريدة الحياة. صدر له كتابان، الأول مقالات من زمن الردة، والثاني علي وحقوق الإنسان، وله كتابان تحت الطباعة، أولهما الشيعة في الخليج من المواجهة إلى المراجعة، وثانيهما ثقافة التخمين في الخطاب الإسلامي. يسعدنا أن نستضيفه هذه الليلة في ندوة تحت عنوان متغيرات الخطاب الإسلامي بعد أحداث 11 سبتمبر. فليتفضل جناب السيد مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. يسعدني التقاء بكم، وأشكر أيضا الأخوة الشيخ محمد والأستاذ جعفر على الاستضافة. وأنا هنا أطرح بعض الآفاق أو بعض المقاربات الثقافية أو الفكرية، وأتمنى وأنا جئت لأستفيد من الإخوة. عندما تذكر عن الخطاب الثقافي أو خطاب الإسلاميين أو خطاب غير الإسلاميين، الخطاب الثقافي بعد 11 سبتمبر أنا لا أعتقد أنه تغير كثيرا. هناك مشكلات عالقة في الخطاب الإسلامي وفي الخطاب الماركسي وفي الخطاب القومي. الآن القومية بدأت الآن ترفع شعار الثورية والمواجهة والتحدي إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا بد من التحرير، وإلى هذا الإيقاع الذي نسمعه يوميا في قناة الجزيرة وغيرها. إذا قرأنا الخطاب الثقافي، والخطاب الثقافي يتمثل في القصة وفي المنبر وفي الكتب الفكرية وغيره، كل هذه الأمور تشكل لنا ثقافة معينة. بطريقة مختصرة أنا أعتقد أن وأؤمن أيضا بما يطرحه الأستاذ إبراهيم البليهي، أن فعلا هناك أزمة تخلف في العالم العربي، أو نقول تقاطر وليس تخلف، وهذا حقيقة. أنا أعتقد لا يمكن أن نغير من خطابنا ما لم نمتلك جرأة تغيير الخطاب. ولهذا سأقرأ بطريقة تفكيكية وسريعة أيضا الخطاب. أعتقد أن كل الإسلاميين شيعة وسنة ما زالوا يعانون من ذات الأمراض الموجودة، وأن تفاوتت نسبيا بين منطقة ومنطقة وبين تيار وتيار. وهذه المشكلة تعتمد على الأسس التي بنيت عليها الثقافة في عقول المجتمع، وهذا ما نعيشه أيضا نحن مثلا في البحرين، في ظل البعض من الإخوة قد يحسدون أو يربطون إخوانهم في البحرين على بعض الحريات. ولكن صدقوني أن الإسلاميين في البحرين إلى اليوم لم يعرفوا كيف يديرون اللعبة الثقافية والسياسية بالطريقة الفضلى من أجل الحصول على عدد من المكاسب. وذلك نرجع إلى أزمة الخطاب. هناك أزمة خطاب موجودة، أزمة خطاب ثقافي وديني، وكلهم وكلنا في الفضل شرقه أو في الهم شرقه. أنا لا أفرق عندما أجد صادق جلال العظم يتهم إدوارد سعيد بأنه عميد الاستكبار
وللإمبريالية وأنهم أمريكا لأنهم تكلموا ماركس في بعض الكتابات. وهكذا إذا فتشنا عندما نقرأ إلى الأستاذ ربيعو يتكلم عن أزمة خطاب التخوين، وأنا اليوم قاعد أعمل على قراءة الخطاب الموجود في العالم العربي خصوصا الشيعي، أركز على الخطاب أزمة ثقافة التخوين في الخطاب الإسلامي الشيعي بالذات. الخطاب السني موجود أزمة وخطاب مفخخ أيضا، ولكن أيضا الخطاب الشيعي ما زال إلى زال أدنى إيقاع أن هذا من تبع التيار الشيرازي لا تجلسيا لا تقعديا إلى آخره، وهذا من تبع فضل الله إلى آخره. أزمة الخطاب التخويني ما زال موجود. فأنا أعتقد أن الجميع يعاني من ذات الخطاب. بعد 11 سبتمبر المفروض يصير هناك إعادة مراجعة، لأن القضية ليست قضية الولايات المتحدة وليس لها أبعاد كثيرة، وأنا الآن نشهد قلاع من قلاع الحرية في بريطانيا وغيرها بدأت تنهار، ونحن بدأنا نخرب هذا الوضع بسبب خطابات قائمة على التغيير، لأنه للأسف الشديد العقل لا يستخدم إلى اليوم في الثقافة في أي خطاب. العقل لا يستخدم إلا للتبرير وليس للنقد والتحليل. إحنا ما عندنا عقل، عقلنا السياسي. طبعاً أنا لا أعمم لأن التعميم أسلوب خاطئ بعض الخطابات، لكن أذكر على العموم، وأنا أقصد الموجبة الجزئية كما يقول مناطقة. هناك العقل لا يستخدم إلا للتبرير. في كل مشكلة نقع فيها عندنا شخص معلق عليه، الحكومات حتى. نحن نعلم أن الحكومات النظام العربي مليء بالسلبيات وهذه خالصين منها، ولكن القضية هل نرى أخطاءنا؟ هل نعرف كيف نعيد المراجعة لكثير من الأمور؟ لذلك نعتقد أن العقل كما يقول حسن حنفي أنه لا يستخدم للنقد والتحليل وإنما للتبرير. كل شيء نبرره، أخطاءنا بعد في 11 سبتمبر قاعدين نبررها، الوضع في العراق قاعدين نبرره، أسلوب القتل وتكفير الأنظمة على طريقة نظريات سيد قطب والمولودي وغيرها أيضا، نازلنا نعيد ونكرر ونقوم بعملية التبرير، خصوصا الآن بعد تفجير كما يسمى الإبداع السبتمبري المبهر هذا، أيضا ما زلنا نمارس نفس الشيء. ولكن أنا أذكر بكل صراحة، لو نظرنا إلى العقل الياباني، ما الفرق بين العقل اليهودي والعقل الياباني والعقل المسلم؟ هناك فرق كبير. العقل اليهودي مورس ضدهم الاضطهاد وإن كبر، ولكن في النهاية مورس ضدهم الاضطهاد أيام هتلر وغيره، ولكن استفادوا من الاضطهاد بأن راحوا يوصلون رسالتهم إلى كل العالم أنهم مضطهدون، أنهم وبدأوا يعتاشون على هذه المأساة. لكن إحنا إذا في أخطاء علينا وقعت جرائم علينا، بدل أن نوظفها في سبيل الوصول إلى مستقبل مضيء لنا ولأجيالنا، نعتمد على خلق واقع مأساوي آخر، فنقع في ذات الإشكالية. فلذلك اليهود اعتمدوا على المعرفة واعتمدوا على الإعلام والاقتصاد، ولكن نحن في النهاية اعتمدنا على اسمحوا لي بالكلمة على العقل الخرافي. جزء كثير من كبير من تراثنا، لا أقول الإسلام، ولكن كثير من المفكرين الآن الإسلاميين يدعون إلى إعادة التراث. في عندنا روايات مفخخة، في عندنا روايات مختلقة، في عندنا أزمة روايات وأزمة أحاديث الآن تتفجر في كل مكان ولكن بنسب مختلفة. ولذلك إحنا إذا نظرنا إلى العقل الياباني نجد عقل متطور استفاد من القنبلة التي ألقيت عليه في هيروشيما وناكازاكي، بأنه ماذا أخذ عبقرية التنظيم مال الغرب، التفت إلى عبقرية التنظيم، التفت إلى أهمية المجتمع المدني، التفت إلى أهمية سيادة القانون، التفت إلى أن يكون الإنسان هو محور التنمية، التفت إلى الاقتصاد إلى آخره، تطور وتطور وتطور العقل الياباني. ولكن أين هو العقل المسلم؟ العقل المسلم مخطوف بيد الزرقاوي وبيد الزرقاوي وصور مختلفة. حتى إحنا عندنا سلفية إسلامية، عندنا سلفية شيعية في نسب مختلفة، قد تزداد هنا وتقل هنا، ولكن في النهاية أنت إن لم تكن معي فأنت ضدي. وإحنا عشنا حتى في البحرين لما طالبنا بالمشاركة، وفي بعض من إخواننا طالبوا بالمقاطعة، اللي قالوا في الخطاب خطاب صريح وليس مضمر وليس في مبارات الخطاب، من يطالب بالدخول إلى البرلمان فهو خائن ويبيع دماء الشهداء وعلى إيه؟ وبدأ العزف على ذات الإيقاع في دغدغة قلب الجماهير
وبدأ الجمهور البحريني يحتقن تجاه أي واحد يدعو للمشاركة. والآن نعاني نفس الأزمة. طلع لنا شيخ المشايخ قال لك أزمة نسبية، يعني تحت طبعا احنا نمشي ورانا ألقاب كثيرة، وهي أزمة من أزمتنا أيضا من الدولة الصفوية، أن كل واحد يجي وراء عربة من الألقاب آيات وحجة الإسلام. أنا أول ما رحت قم جت لي رسالة، أنت مدعو لمؤتمر باعتبارك إلى حجة الإسلام والمسلمين سيارة بتنصر وصلت حجة. أنا توي داخل أحيان هذا سبب لك نفخ داخلي، سبب لك نرجسية، وهذه أزمة عندنا احنا. يعني أنا أسمع حتى كرجال دين نشتكي من هذا الشيء، يعني نعتقد أن كل العالم الآن مختزل في داخلنا. نحن نفهم في الطب، نفهم في علم النفس، نفهم في علم السيسيولوجيا، نفهم في الديكوريشن، نفهم في كل شيء في الفاهمين، وهذا الخطأ وهذا الوهم. المهم هذا الشيخ بدأ الآن يقول من يدعو إلى تسجيل ضمن قانون الجمعيات فهو يخالف الحق والصواب، يعني صار الحق يعني الباقي بباطل. هذه هي الأزمة. فإذا أنا أعتقد أن العقل الياباني العقل التعاطب عن الأمور بطريقة جدا، وأنا أدعو إلى الاستفادة من العقل الياباني والعقل أيضا اليهودي. العقل اليهودي الآن استطاع أن يقنع العالم ويقنع المسيحيين الذين كانوا يكرهونهم أنهم الآن إسرائيل محاطة بشعوب غوغائية وبشعوب متخلفة ولا تريد السلام، ويصبح البقية هم الذين يريدون السلام. هذا يعتمد على الفن. يعني اسمحوا لي أن أحترم العقل اليهودي في ذلك. وأنت إذا رحت الولايات المتحدة الأمريكية شوف اليهود في أفضل أماكن يسمونها في اليوم في بعض الكتابات يتكلمون عن هذه الظاهرة. اليهود تجدهم في مواقع القرار، في مفاصل مواقع التأثير في المجتمع وفي الجامعات وفي المؤسسات وكمحامين كأطباء إلى آخر. فإذا هذا الموقف، لكن إحنا ما زلنا منطق الغزوات والفتوح، وفي عصر يسود ويقوم على الدعاية والإعلام والتواصل، وكل الآن في عملية ماركتينج تسويق النفس، تسويق الخطاب. إحنا مش قاعدين نسوق. أنا ما أريد أمارس عملية جلد الذات، ولكن أنا أعتقد جزء من العلاج معرفة الخطأ والاعتراف بالخطأ، لأن إحنا في ظل اعترافنا بالخطأ أيضا نمارس عملية التبرير. وأنت انظر إلى خطب الجمعة، أتكلم بشكل عام يعني السنة والشيعة، وشوف خطب الجمعة لا يوجد كثير من خطب الجمعة تكرس التخلف، تجهيل في قلة من المنابر الجادة التي تدعو إلى المعرفة، تدعو إلى قراءة التراث بطريقة صحيحة، إلى إعادة قراءة التفكير، إلى تذويب هذه الشحوم المؤدلجة والمتكدسة على مفاصل وعين الثقافي. في عندنا الآن خطباء يتكلمون عن لغة الأرقام، وهي لغة حضارية ولغة توصل إلى معرفة مدى مستوى الجرح. إذا أنا أعتقد أن احنا ما استفدنا كثير من أزمة 11 سبتمبر في الخطاب الثقافي والخطاب الديني وبقية الخطابات. أيضا الخطاب الوثوقي والخرافي والوهمي، في عندنا احنا بعد جاي لنا شيخ من المشايخ من الأخوة عزهم وللتاريخ وغيره، قال لي كل عن الإمام المهدي في طرق روايات أيضا حتى بعض المشايخ سابقا في وسط مختلف، ويتكلم لك عن روايات ضعيفة، وفي عملية تضخم واجد زايدة. انت تفوت الناس ان الإمام المهدي احنا ثابت عندنا وعندنا يقين في هذا الأمر، لكن المبالغة في الأمور تقود الناس إلى ماذا؟ إلى الخرافة. بالتالي بدل من ان احنا ننتج عقل علمي، عقل معرفي، عقل نقدي، عقل مراجعي يعمل على مراجعة الموقف، يبدأ ماذا؟ يعيش في التاريخ، يظل كله مشحون بالتاريخ. وهذا يقودنا إلى قضية الوثوق. عندنا يقينيات في كل شيء، وصلنا إلى قناعة بس يحتاج إلى مراجعة. أنا ما أتكلم في عادة المراجعة في الأمور العقائدية، ولكن في قضايا الفقه. نحن محتاجين فعلاً إلى الفقه المقاصد مثل ما يطرح الشاطبي، محتاجين فعلاً النظر إلى الزمن والمكان. الناس تغيرت. أنا الآن بتكلم اليوم عن فقه البيت، يحتاجون إلى فقه جديد. فلذلك أنا أعتقد هذا يحتاج إلى مراجعة. المسألة الأخرى التي نعاني منها بعد 11 سبتمبر، أنا أطرح الأمراض أيضا، الانتفاخ الأديولوجي.
احنا عندنا انتفاخ ايديولوجي، عندنا نرجسيه، عندنا نرجسيه في خطابنا كله يقرر علينا. الغرب ما يفهم، يعيش خواء روحي وخواء ثقافي وخو كل الغرب محتاج لان احنا نروح نعدله. يا اخي اذا كنت انت هالقد انت متطور، ليش انت وضعك البيئي والوضع التنمية ووضع اقتصادك ووضع حقوق الانسان ووضع نظامك السياسي كله متخلف؟ اذا كان هالقد الغرب ضعيف وهش، في كتاب احنا عندنا كتب مثقفين، واحنا عندنا ازمه مثقفين انهم ينظرون ويعشعشون في عقول الشباب ان الغرب يعني في يوم بس لحظه الان بعد كاترين بتنهار الولايات المتحده الامريكيه. عند كتاب اسمه هسه ستسقط الولايات المتحده الامريكيه كما سقط الاتحاد السوفيتي، كاتون تضغط عليه. يا اخي انا رحت الولايات المتحده الامريكيه، رحت كنائسهم ورحت مراكزهم ومراكز السلام يا اخي نظام جميل. انا ما اتكلم عن الاداره الامريكيه، اتكلم عن النظام، عن السيستم الموجود. جيل قمه في الروعه. يا اخي انت، انا مو شخص يعني ليبرالي مثل الاسئله اللي طرحها تركي الدقيق، بس تعال الدين الك انت، مارس طقوسك انت كشيخ، لو ما تريد مارس طقوسك انت كسني، ما تريد تمارس طقوسك مارسك بالشكل الذي تريده، ولكن الدوله للجميع، الوطن للجميع. بد انت لما تفوت، ولذلك حتى العراق، انا ما امن بعراق بدوله شيعيه في العراق، ولا امن بدوله سنيه ولا كرديه، انا اريد دوله ديمقراطيه، دوله تعدديه، دوله مدنيه. الدوله الدينيه، الدوله الثيوقراطيه بتقودنا الى طالبان، بتقودنا الى صور مختلفه من الدول الموجوده. ما اشوف انا يعني اسمحوا لي بالنقد، مو معناه ان انا اقول يعني الغي كل هالدول الدينيه الموجوده، فيها سلبيات فيها ايجابيات، بس انا اعتقد كما يقول تشرشل ان الديمقراطيه سيئه، نظام سيء، ولكن هو افضل موجود على الاقل في الفتره الحاليه. يا خلي الدوله للجميع، المواطنه للجميع، مبدا تكافؤ الفرص. انا ما يهمني الاله والجهاز او العمليه الجراحيه، ما بتسالك انت دينك منه، بتسالك عن عقلك، بتسالك عن كفاءتك، مبدا تكافؤ الفرص. احنا نعامل الان في بعض دول حتى في البحرين نعامل ازمه التمييز، التمييز الطائفي. يا اخي واحد عقل للانصاف، عقل جدا يعني غير متطور، نفس ذاك اللي كان يدعو ربه سنين ان يرسل حمارا لياكل الحشيش، انا ما اخلي وزير. شخص بهالمستوى ما نحن مو كلام كبير، احنا نطرح الصحافه. احنا نبقى ناس، انت تقعد ساعتي يا وزير قمه، عندنا بعض الوزراء الحاليين جدا متطورين فكريا ثقافيا، وعندنا ناس لا تقعد يا تقول لي فراش ما تخليه. صراحه هي موجوده. فاحنا لما نخليها ان النظام انه للجميع، المواطنه للجميع، ولكن في النهايه يبقى ان لكل شخص دينه. احنا عندنا الكنيسه بجوار المسجد، بجوار المعتم، هذه الشغل مساله حضاريه جدا. انا قبل اسبوع ذهبت الى الكنيسه وجلست يا قس هاني عزيز وسويت له لقاء صحفي وخليته في الصفحه الثانيه بالصفحه الملونه، وقلت له تكلم اللي تريده، هذا حقه. احنا مو كونهم اقليات نقمعهم، لا، خلي يعيش كما انت. ليش تبني مساجد؟ تبني مساجد في بريطانيا وفي امريكا وفي كل مكان، لكن انت ما انت راضي حتى الحق اللي تعطيه، وانت انا لا طالب هنا. اذا في جدل في هذا الجانب. فاذا المساله مشكله الانتفاخ الايديولوجي، كل واحد عنده كتاب جميل جدا. انا اوصي بعض اخواننا اذا ما قرا الكتاب الى الدكتور عبد الله النفيس، اسمه الحركه الاسلاميه ثغرات في الطريق. كتاب انا اعتقد جدا متقدم، لانه القله في المكتبه العربيه والمكتبه الاسلاميه يوجد عندنا كتب نقديه، ما عندنا كله كتاب الاسلام هو الحل. شلون ما عندنا؟ عندنا الان، عندنا مراد عثمان عنده كتاب الاسلام كبديل، جميل وكلام حلو وانا مؤمن به، بس شلون عندنا نظريه اقتصاديه؟ عطنا نظريه سياسيه، شلون الاسلام هو الحل؟ على اي طريقه؟ طريقه طالبان، طريقه ايران، طريقه وضح لي. يعني انا ما اريد شعار جميل، انا يجوني يحرجوني الانصاف كثير من الشباب الاكاديمي يقول السيد الاسلام هو الحل، شلون؟ اقول والله ما بقدر احصل لي واحد جاوب انا مو على ما انا ارفض هذا، لكن اقول عطني كلام علمي معرفي رقم، انا احترم الرقم واحترم النظريه. أو ما يجيب لي كلام هائج وكلام عمومي وكلام إنشائي محسنات بديعية وتقول لي بإسقاطات تاريخية، يعني ما يغير من المسألة شيء.
فلذلك النفيسي يقول هناك تصورات خاطئة مبثوثة بين الإسلاميين أن هذا العالم يعيش في حالة فراغ فكري وروحي وقيمي وحضاري. الغرب كله قاعد ينتظرنا بس هالشيخ الموجود في صلاة الجمعة شلون يطور من عندي العقل أوروبا في التكنولوجيا والمشكلة اللي قاعد يسب الغرب الآن وكثير من هؤلاء اللي يسبون الغرب أول ما يمرضون يصيدهم مرض يروحون إلى المستشفيات الأمريكية في الغرب وبريطانيا وغيرها. وهي مشكلة موجودة. إذا أنا أظن أن إحنا يجب أن نعيد قراءتنا إلى هذه الأمور. ولذلك أنا أعتقد أن إعطاء نفسنا بعد كوني أعتقد فيه مبالغة. أنا ما قاعد أقصر يعني. أنا أقول لك الإسلام خلى على جهة. أنا أقول بالإسلام نظرية جيدة وكبيرة وعظيمة. لكن الإسلاميين لا. اسمح لي. أنا أفرق بين الإسلام والتفسير الإسلامي. أفرق بين تقول لي هذا هو الإسلام الحزب الإسلام وبين الحزب الإسلامي. الحزب الإسلامي أوكي مو مشكلة. بس حزب الإسلام إنه هو المتمثل عن الإسلام فهذا خطأ. ما عندنا واحد يقدر يحتكر هذه الحقيقة أو يحتكر هذا الخطاب أو يحتكر هذا الوصف. وهي مشكلة الواحد يريد يجير العالم بطريقة. وإحنا عندنا العولمة عولمة الإسلام. شلون عولمة الإسلام؟ انت الى الان انت قادر تعدل وضعك في بلدك، ما انت قادر تخاطب الناس الشباب العادي خطاب علمي تغير من تفكيرهم، عندنا كثير من التساؤلات الموجوده. ليش انا ما اقول ازمه في الاسلام والايديولوجيه نفسها، انما ازمه في التفسير الاسلامي، ازمه في قراءه النص، ازمه في قراءه التراث وما الى ذلك. واحنا اللي تلاحظ سياق الجمع الموجود الجماهير اللي ماشيين ترى مثقفين. انا اعتقد مثل ما يقول نزار طبعا جزء من الاتفاق الايديولوجي انه يقول انت تعبير جميل انه مشكله مثقفنا العربي سواء اسلامي او غير اسلامي يخاطب الناس من فوق البلكونه قاعد ينظر ينظر بس على مستوى الارض ما في شيء ما موجود. وانا اعتقد حتى الاخوه اكثر الاسلاميين حتى الخطاب الاسلامي نزل للارض وهو قاعد راجع. النزول للارض مو انك تكون في قلب الساحه وتخطب يوميه وتزورهم وتقعد وتسوي تطبيعات اجتماعيه، لا. القوة انك انت تقود المجتمع الى انجازات معيشية في حياتك. يعني احنا عندنا ازمتنا في الاسلاميين في البحرين ينظر والحكومة اسهل المعارضة يا جماعة، اسهل شيء انك تكون معارضة، بس اصعب شيء انك تثبت عندما تتقلد منصبا انك تكون بمستوى المنصب. واسمحوا لي ان اقول ان المنصب هو الذي يعرفك بالانسان. وانا اعتقد ان بعضا منا لو امتلك ولو ترأس ادارة مزرعة دواجن لقمع الناس. وهذا الشيزوفرينيا، هذا الانفصام. احنا ندعو للحرية، ندعو للديمقراطية، نسب الانظمة العربية، لكن انا سلمنا سلطة مخبز. زين نشوف وش اسوي في العمال اللي جربناه في مجتمعنا البحريني وغير البحريني. انت اذا اردت ان تختبر انسانا فاعطيه سلطة. بعدين نشوف مثل ما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه وهو يخاطب العلماء في الحوزة يقول من منكم لو امتلك الدنيا هارون الرشيد لما احتفل الإمام موسى بن جعفر. انت خليك تحصلها بعدين يكون الاختبار الصعب بعدين نشوف الموقف. فلذلك الجماهير أيضا الجماهير يعني تعاني مشكلة. احنا يا مدينة يمين يا مدينة شمال في النهاية بعد دفع الفواتير الكثيرة من الآلام. واسمحوا لي أن أقول لكم هذا الوضع في البحرين وأنا أذكره بكل صراحة والكثير من الأخوة يزعلون علي من الكلام. أقول إحنا دخلناهم مظاهرة في مسيرات مواجهات إلى آخر طول فترة النضال، وأنا أعتبر هذا نضال وهي جزء من شرعيتنا التاريخية ولا أتملص منه. ولكن وبعد ذلك عندما جاءت فترة الاستحقاقات السياسية قلنا للاخر تفضلوا عاد على طبق من ذهب خذوه بارك الله فيكم. احنا زعلانين على طريقه الحمسانين الشيعيه. يعني احنا حمسانين ما نريد نفس الجال اللي في النهايه يحمس على العشاء نسبتنا مجموعه يعني في النهايه. وهذا اللي حدث في البحرين. وانا كتبت مقال حتى عن قضيه القطيف لما صارت الانتخابات البلديه. قلت اتمنى على القطيفين ما يقاطعون. لا تقاطع لو في اسمحوا لي بهالكلمة، لو في زريبة مفتوحة نروح شارع. وجودك أفضل ألف مرة. وهذا أتكلم أنا ما أتكلم من كلام فوقي. أنا يوميا أعود كلمة أنا أدخل في وزارات وأتكلم وأرجع أسوي روح جوجل وكنت أكتب سيرة ضياء الموسوي أروح الوسط وأشوف المقالات مال 3 سنوات. دخلت جدلي وزراء
طلعت فساد في الأوقاف الجعفرية وكتب 70 مقال عن الأوقاف الجعفرية وارتفعت أسعار الأوقاف. بعض الأراضي كانت الأرض تباع أو تؤجر، تؤجر في السنة بسبعين دينار، وسبعمائة دينار الآن تحولت من 7 دينار إلى 7000 دينار. بعض الأراضي ارتفعت بسبب الضغط والكتاب. إحنا لو ضلينا قلنا والله الصحافة مليئة بالأوهام ومليئة بكذا، وهي صحافة تقوم على طرح المساحيق على وجه الدولة، على السلطة التنفيذية وما إلى ذلك. وتركنا تركنا الصحافة، هل سيتغير شيء؟ هل سيتغير شيء هنا؟ لا تتغير شيء. إن لم تملأ الكأس بالماء الصافي، ولو نصف الماء الصافي، سيأتي غيرك ليملأه بالماء الآسن. وهي جربناها، بدأت الآن تسمى قوانين ضد، حتى في العزاء شوف طلع لنا واحد نام قال لازم نوقف حتى العزاء. إيش تستاهلون؟ أنا وغيركم تستاهلون كلامي قاسي، لأن أنت اللي دفعت وقدمت وضحيت، في النهاية كنت تبيع الناس شعارات وما دخلت. وشوف الآن الانقسامات اللي قاعدة تصير بسبب هذه عقلية المواجهة. يعني في فترة استحقاقات نضالي، في فترة استحقاق الحصول على الثمار، وأنا من المؤيدين صراحة في كل على الموجود في الظروف، أنا من المؤيدين إلى إعادة قرار. ولذلك أنا قاعد أكتب في الكتاب الشيعة في الخليج من المواجهة إلى المراجعة، وأتمنى حتى من السنة في الخليج من المواجهة إلى المراجعة، وأدعو أي طيف إسلامي أو غير إسلامي أن يمد يده إلى النظام. وما خجلان قلتها في العربية، المد إيدنا إلى الأنظمة، لا بمعنى أن نكون عبيد، ولكن أن نتوافق على المصالح المشتركة الوطنية، أن نعتمد كطالب، بس اعتمد على السن. العنف لا ينجب شيئا، العنف لا يصنع إبداعا. في سلبيات، في أزمة ديمقراطية، في أزمة حقوق إنسان، ولكن شنو الحل؟ يتواجه سيد قطب، واجه وشوف وين وصلت النتيجة. الإخوان المسلمين في حماة واجهوا وشوف وين وصلت النتيجة. شيخ صبح الطفيلي رفض كل شيء، ما أريد برلمان وما أريد برد، شوف وين وصلت النتيجة. خلونا نستفيد من دروسنا، من دروس تاريخية موجودة. لكن شوف أربكان في تركيا، رغم الاستفزاز، رغم القهر، إلا أنه وصل حتى إلى مستوى أن يكون في ضمن السلطة بسبب عقله المتقدم، عقل سلمي. الآن في الجزائر بدأوا يعيدون، حتى حماس والجهاد بدأوا الآن يعيدوا تفكيرهم في قضية الانتخابات والانتخابات. إذن إحنا أنا ما أؤمن بالمقاطعة وبالخط يعني الثوري بهالطريقة. أنا أقدر أعبر الجميع الجماعي، أقدر أعبرهم ليل ونهار بالكلام الجميل والمحز، وأعودهم إلى التاريخ، وكنا في الأندلس، وكنا أيام الفتوحات. كنت بس أنت الحين وعيش الآن، أنت وين؟ في ظل المعادلة، هل أنت رقم صعب في المعادلة العالمية، المعادلة العربية؟ شنو تمتلك مؤسسات اقتصادية؟ أنا أقول حتى للبحرينيين، أنت شنو عندك مؤسسات اقتصادية؟ أنت حتى بالخمس اللي هو رافد اقتصادي أو ما قاعد ينتج المؤسسات بالطريقة الصحيحة، لأن هناك عدم تعاطي مع الخمس بالطريقة الصحيحة. في كربلاء إحنا في عندي حساب يا أحد الأخوة، وما تكون معلومة ممكن دقيقة بس تقريبية، نصرف سنويا في رمضان ما أدري في محرم 4 مليون أو 5 مليون دينار على العيش والأكل وغيره وش اسمه والخطباء وهذا. خل مليون سوي لنا صندوق طالب، ودي أنا اليوم اتصلت بشباب ما عنده كم الجامعة بيطلع من الجامعة لأن ما عنده كم، وأنت برا. خلنا نسوي، أنا أحترم عقلية الحريري بصراحة أقول لك، ويا ريت عنده مثل الحريري. أوكي عنده سلبيات، من لم يكن منكم على قطيع في الأرمية بحاجات، عدة تجار يشتغل في الموضوع، 33,000 طالب يتخرجون من أفضل الجامعات الغربية وغيرها، هذا إنجاز. مهما كانت خلفية، وخلفية انتخابية وخلفية سياسية، خلى بيكون اللي بيسوي، بس ما دام بيجيب لي شباب وبيدربهم أفضل من أخليهم يومية في الشوارع يلمون لي تبرعات لفلسطين. أنا أحترم فلسطين وأقول تبرع لفلسطين، بس مو تتبرع بس لفلسطين ولا غيره، وأنت شعبك ما يجون. إحنا العام الماضي بالبحرين تم التبرع ما يقرب 500,000 دينار للناس فقط، 500,000 دينار وصلت إلى عدة مناطق، وأنا مطلع على حوائل تناموا على التراب. والله العظيم بعضهم 3 ليالي ما ينام، ما يأكلون إلا خبز وماء بحريني، وعندي أسماء. لكن أنت عندك ظواهر مرعبة، أنت شلون تحل حلم تبيته
أنا ما أدعو لنا تنقطع عن فلسطين، نعتبرها مسلمات شرفنا العربي والإسلامي، بس هسه فلسطين أشد من فلسطين، وإيران أشد من إيران، وهي بعدنا بعد هذه داخلين. أنا أحترم المراجع، أحترم العلماء، أحترم، بس أنت جاي يومية ترفع لي شعارات في 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 قلب الدولة وتتكلم وترفع لي صور وتقول وين تودي الأمة أنت بالطريق؟ هذا حق، هذا حق، هذا هذا صحيح. أنا أسألك سؤال، أنا أحترم القيادات، قيادات الدول الأخرى، أحترم رموزهم وأتمنى التوفيق سواء سنية شيعية إلى آخره، بس أنا أسألك سؤال، أنت لو ترفع صورة في أي موقع من المواقع يخلونك هناك مقابلات؟ حد يخليك، لأنك هذا عرف سياسي موجود. إذا شيء يعطي دلالة سياسية ومحرجة ما حد يقبل. فأنا ما أقول لكم انتخب، أنت اللي بتقلد الشرار، بس أنت في ظروف أو في تقوم ترفع لي بالشوارع بطريقة أو أخرى، صح، لا لصالح ولا صالح التنمية ولا صالح مستقبلك السياسي ولا لقراءات الناس. خلينا نتعلم شلون نعرض نفسنا على الآخرين أيضا. فهذه مشكلة أيضا. أنا أعتقد ربما الوقت أخذ لي في وقت أفضل. أخلص بطريقة سريعة. عندنا مشكلة الخطاب، طبعا أنا في السياق الجمع عن الجماهير العقل يحتلوا الأسباق إليه، وهذه حقيقة. يعني كتاب سيكولوجية الجماهير لأوسكار لوبون يقول الجماهير أنت وندي مديني بفرح، وكم من جمهور أخذ إلى المسلخ وهو يبتسم يضحك مستانس يتلوي كم قتل ملايين ومستانسين على نفسهم. احنا بعد ما أسهل تعبئ الناس، عبئها هيجها. بس السؤال بعدين، في شيء حصلت ما في الموضوع؟ وهذا اللي قاعد يتكرر، العقل يحتل من الأسباق اللي مو بس عندنا، عند العقل، العقل الجمهور، عقل الأكاديمي، عندنا أكاديميين إذا تجلس إياهم عقل السياسي عقل جدا غير مؤلم متطور، عقله الآن يعني ويروح الغرب يدرس وغيره، بس ما زال هذا الترسبات الكوليسترول اللي بسبب له صدمة ثقافية أو سكتة سياسية هذا موجودة مترسبة، تشوفه تشوفه معبأ مؤدلج باقي شوية ينفجر في وجهه، سواء شيعي او سني، في في عندنا من هالنوع. تقول هذا دانس فوري، هذا دانس فوري، ما انا شايف مجتمعنا لا يبالغ ابدا. نكون دائما واخذينه في دوره ورا ومغارقين عليه وراجعين. هاي ما موجود عندنا وهي مشكلتنا. فاذا هذه مشكله. الاخرى الخطاب، يعني وش اقول انا ما ادري، يمكن الجو كثير من الحزن بعد 11 سبتمبر، بس انا لا اشوفه يعني. طبعا في اضاءات جميله انصافا، في كتب قاعده تطلع للانصاف. انا اعتبر العقل السعودي يعني في عقل جيد قاعد يعني يطرح يعني كتب مراجعات ثقافيه مثل الشيخ محمد ومشايخ كثير قاعد قاعدين. احنا في الوسط الثقافي في البحرين نشوف، مو قاعد امدحكم انا حقيقه، نشوفها يعني قاعدين نسال يعني ليش بيطلع عندهم كتاب ومفكرين، احنا وش فينا باقيين كنا قاعدين على حطتنا. في تاخر في السعوديه يعني في العقل السعودي عند الشباب وغير، في موجود وهي موجود عند الجميع، بس قاعدين يدخلون على الاعلام وعلى الصحافه، يدخلون على معارف ثقافيه جديده، شيء جميل. الحين عندنا قليله جدا مخنوعه بعد يوميه ترفع على اعواد المجانب. لو بنخاطب وبننتقد شوي ما زال يوجد، ما زال العقل معبأ بالف وباء، ابيض اسود، اما معي او ضدي على طريقه الولايات المتحده. الخطاب ايضا خطاب مفخخ تاريخيا، وهذا خطاب موجود يعني احنا هي مشكله نعاني منها كما طرحت. عندنا مشكله البراغماتيه ونظام المصالح. انا اعتبر ان طبعا انتم تسجلون، انا الشريط اخذه يعني وياي ومباركم صريح بعد، بس ما ادري شلون وين راح الجو. بس احنا الحقيقه انا ما افرق بين البراغماتيه الرسمي والبراغماتية الدينية. يعني انت عم تقول لي انتم ما عندكم يعني رجال الدين، يعني ما اقول لك رجال، ما عندكم براغماتية. يلا لو شاطرتني فيها انا اخذت الذي فيه عينا، تعال بس زاحمني مزاحمة مو فكرية ولا ثقافية، مزاحمة موقعية بس. مسجد موجود في مرافق وهذا، تعال زاحمني. تقدر؟ احنا اقول لكم شغلة، بعض المآتم عندنا ماتم اخذوا وسووا في عائله سنين طالب الماتم، الشباب طلع تفكيره قال احنا نريد ديمقراطيه،
فحاولوا يقنعونه وصارت الديمقراطية وصار طلع على الدستور سموه الدستور. كل ما يبون يدفعون اتجاه الانتخابات الى الاداره ما راضي ما راضي الدكتاتور عايد على نفسه شو اسمه هذا وش ما تسويه انت لا تقول يعني انا اقول ما قاعد ابرر النظام العربي بس هذا الشيء في موجود بس شلون نخففه وما يمكن انك انت تقول لي انا يسمون احنا نسمع بعد ونقرا تاريخ اليوم وتاريخ الماضي انه الورع ويكون ابو حامد الغزالي يقول السلطة حب السلطة آخر ما يفرق القلب الأولياء فينا ما في أولياء في أولياء محترمين مو وراء السلطة عندنا شخصيات كثيرة يعني في تاريخنا الحديث القديم لكن في النهاية البراغماتية هذه تأثر وتجربون في الانتخابات سواء تجربتم في البلدية أو تشوف الانتخابات البرلمانية مثلا في البحرين أو البحرين تطلع بعض الأمور أنت بس تصير مزاحمة بسيطة شوف تطلع ادوات القمع اللي يطرحها هشام شرابي يقول النظام الابوي البطاركي هذا كل واحد يقمع الثاني اللي فوق يقمع اللي تحت المدير يقمع المدرسين المدرسين يقمعون التلاميذ وهكذا العمليه يعني هي موجوده هي الثقافه الشرقيه موجوده بهالطريقه وما في فرق انا اقول بل احيانا انا ما يعني اخاف تفهموني غلط بس انا اكون صريح يعني انت الان راح المد الشيوعي من افغانستان وايش صار بعدين؟ اللي جوا تعس في افغانستان وراحت راح الاستعمار الانجليزي من العراق اجى الملك فيصل اتعس بس بعدين لما جو اصحاب الشعارات الثوريه وش سوى صدام في مشكله يعني ليس كثير ممن كانوا في صفوف المعارضه هم اول من يقمعون الحريه ويقومون في مقاليد الحق وانا كذلك بقالي الحياة نتكلم عن الأخوة فعلا أنا ما قاعد أجرح وهذه موجودة عند كل التيارات والماركسي أزيد والشيوعي أزيد والقومي أزيد وانت تشوف كتابات خير الدين حسيبة أو ساطة الحصري مع كتابات دراسات الوحدة العربية وشوف شوف التنظير الموجود الأديولوجي بس بطريقة قومية أنا أقول إحنا كلنا هالشكل ما أقول كنا على هيئة العموم لكن أقول تقدر نخفف وإيش الطريقة اللي من خلالها نستطيع أن نغير في هذه المسائل طبعا ختاما أقول إحنا نحتاج أيضا بعد 11 سبتمبر الانفتاح على الأديان خلنا نفتح على المسيحيين خلنا نفتح على الأديان الأخرى نوجد تواصل مو تواصل يعني إحنا في يجمعوننا ساعات بعض المؤتمرات يجمعوننا للتقريب بين المذاهب من ندخل بعضنا بعض كل واحد يطنز على الثاني ويضحك على الثاني ويتكلم بعض الاشياء اللي ما يحب يسمعها لما يكون ايش فايده؟ انا اريد انت تقعد يا اولادك ما تعلمهم انهم يسبون الطرف الاخر مهما كانت انت ما بتحترم الطرف بس لا تسده لا تعلم الطفل احنا نزرع يعني نرضع بعضنا يرضع ابنائنا حليب الطائفيه بدل حليب الوطنيه بدل حليب التسامح والبرود يعني انا اقول حتى احنا في داخلنا في بيتنا علما ان مثلا انت ما بتحب فلان مو مشكله لا تحبه بس لا تسبه لانه هي هذه فجرنا في المستقبل لان انا قاعد افجر في العراق هي جزء من هذه الثقافه احترم انت الان اذا عندك جار مسيحي وعنده بنت مثلا مي كلش جيده وعندها شغله لما تشوفها ما تحترمها انك تحترم شعوره انك ما تتكلم على بنته معدل الطرف الاخر اذا عنده مسلمات سواء كان من الشيعه او من السنه او لا تسبه احنا نبتعد نخفف هذا الخطاب ولكل انسان ايديولوجيته لكل انسان خصوصيته الثقافيه ما ندخل ما ندعو الى اي وضع كل هالمفاهيم في فرن واحد ونمزجهم باسم تعدد باسم انه اتصال الاديان وما لا خل كل واحد خصوصيته بس في النهايه يحترم الاخر فالانفتاح على الاديان مهم وانا اعتقد حتى اهل الذمه المفروض بغير تعبير اهل الذمه راح يكونوا مسيحيين حتى في هم مواطنون الان تسمي لي واحد مسيحي مثلا غسان تويني او اي شخص انت من اهل الذمه هاي الخطاب القديم هذا مو من اهل الذمه هذا له حق له حقوق عليه واجبات مواطن خلينا ندفع الناس باتجاه مواطن في الدول خصوصا دولنا العربيه ايضا الخطاب الثوري طبعا انا اتكلم فيما ما يحتاج ان ادخل والخطاب الشيعي انا ادعو الى اخراج الخطاب الشيعي من جدران الحسينيه صرح جميل ومؤثر ومفيد
لكن احنا فهمنا بعضنا البعض وعرفنا بعضنا البعض، نحتاج ان احنا ننتقل الى المواقع الفضائية، الى القنوات الفضائية، ونطرح الخطاب المعتدل المتسامع مع الاخر، مع خلينا نعطي صورة جميلة الى التشيع. مو على فكرة رحت مرة الأولى أجنبية وكان بالمصادفة جاي يعني واحد من السعودية، يمكن شكلي غريب شيء الى اخره. عشنا يا بعض مده تقريبا 20 يوم، اللي يقول لي صار الفه بيننا وصداقه وصار اقرب واحد لي هو من الاخوان من السنه. بعدين متاثر شوي من الجو السنه، يقول لي سيدنا ابو بلوش يا ولد، انا اليوم لا اجلم دريت انك خفت من النوم حتى في الغرفه. ليش يعني شفنا على الضيق اليوم انت تسوي انا ولا اشتري لي اغراض اشتري لك قبل ما اشتري اتعامل اياك افضل من اخوي. يقول انا انت مستعجل يعني، حتى اصدقائي كانوا يقولون لي سيد جبت شكله اسمه مو هذا الشيء. شوف شلون، بس احنا ما قلنا انا الشخص يعني قاعد تحت صوره جميله، بس اقول لك الصور الجميله اللي يقدمونها اخواننا، يحطون صوره جميله ترى الصوره مشوهه وغامضه، وتشوف القضيه شلون ايش كيف نستطيع ان نصور الى انفسنا بطريقه صحيحه وواقعيه. ختاما اقول احنا الخطاب الشرعي يحتاج الى مراجعه في بعض الامور، خصوصا في القضايا الفرعيه، شلون نسوق الى خطاب معتدل، مفاهيم عامه. انا مؤمن ان الغرب باختصار الغرب في ايجابيات جدا مضيئه وجميله، وتحتاج الى قراءه دقيقه. في سلبيات في القيام في قضايا القيم الاخلاق، لا تاخذها بس خذ الاشياء الجميله منه. في الحياه انا اعتقد ان التسامح والسلام والتصالح مع الانظمه، بمعنى انك تطائن، انا عندما اقول تسامح ان تركز على ايجابيات الانظمه فتقول ايجابيات وان تنتقد السلبيات اذا وجدت سلبيات، لا بمعنى ان تضع المساحيق لا، ولا ان تكون معارضا من اجل، وايضا التسامح مع بعضنا البعض. ويؤسفني جدا كثيرا ان انا التقي البابا احنا السنه طلعنا شريط عن البابا يوحنا وشريط بالموسيقى، ومع جبتنا السنه والشيعه سوينا قصيده وارسلناها للفاتيكان، التقيت بالسفير البابا وعقدت اياه وانتهى من اخواننا من المسلمين في البحرين يدونها اليكم بذكرى وفاه البابا يوحنا. واحنا مستمرين والان قاعدين نشتغل في الفنون ايضا، عندي بعض الشباب نحن في المركز نرسم لوحه جميله جدا، رسمه بنعطيها لرفيق الى عائله رفيق الحريري زين، والطفل اللي بيرسمها عمره ما يقرب 10 سنوات، لكن رجل طفل ابداع جدا، مثل بحرين في الخارج ايضا طلع الاول في بعض المعارض، والرسمه الاخرى راح نوديها الى الفاتيكان، رسمه الى البابا وصوره ايضا كنيسه وصوره مسجد بناء على التسامح. ونشتغل في هالجانب، واللي بيعجبه بيقول له تفضل هذه شو اسمه، واللي ما بيعجبه بيقول له عطنا بديل عطنا شيء افضل اذا عندك ناخذها. انا اعتقد لست متشائما عندما امارس النقد، لست اقوم بعمليه نقد جلد الذات ولا التجزئه في الذات، ولكن اعتقد ان اليابانيين عرفوا لما اعادوا قراءه من انفسهم، واليهود كذلك، لا اقول فلنكن يهوديين ولكن اقول فلنستفد من الاخرين لنغير واقعنا، بعد ذلك قد نغير، والا ربما ياتينا 1000 سبتمبر و1000 سبتمبر ولا يتغير شيء ونرجع الى الوراء وقد لا نتقدم. العالم الان في سباق مشاريع، جاينا تنين كبير للصين في الاقتصاد، وامم قاعده تتطور. انت شوف شوف مثلا شوف مصر بدات هي اليابان في فتره معينه، في فتره واحده شوف اليابان وشوف مصر عليكم السلام، شوفنا احنا مثلا في بعض المدخل، شوف ماليزيا وين وصلت، سنغافوره وين وصلت، واحنا وين وصلنا ايضا. في اضاءه جميله خلينا نستثمرها، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. نشكر سماحه السيد على ادائه وتحليقه، فلنستفد من الماضي في اعمار الحاضر. نفتح المجال لاسئله الاخوه الكرام. ما في احد بيسال؟ مقتنعين او رافضين؟
السلام عليكم جميعا. أولا أحب أن أشكر جناب السيد على هذه المحاضرة القيمة. أتوجه إليه بهذا السؤال، هل يعتقد جناب السيد أن دور العرف وما جرت عليه العادات في عدم مناقشة أو الدخول في جدال ثقافي، أقصد نقد الخطيب الديني وبالذات الخطيب الشيعي، أدى إلى تخلف الخطاب الديني؟ طبعا انا اعتقد العرف له دور، انا انطرحت يعني هو جزء من عدم تغيير الخطاب، عده عوامل منها الفوبيا الثقافيه، الخوف، في خوف والله انه شيء انتقد ربما لعن الله الشاق على قولتنا احنا، وعلى عن الله الشاق ونطلع على وضعنا، يعني نراق في مكانه خطا، ما تريد انك انت يعني عندك مسلمات ويقينيات تقوم تكسرها كلهم وتاخذ الناس يلا تعالوا كل شيء غلط، كل شيء تراثكم خطا، اسلامكم خطا، ما هو صحيح. في امور، في اخطاء، خصوصا انا اتكلم عن المنتوج البشري. المنتوج البشري في اخطاء، ما حد يقدر يحتكر الحقيقه مهما كمهما على شان. عندك هذا يقول لك هالشكل، هذا يقول لك، وانت في كتاب جميل طلعه الشيخ جعفر الشاحون البحرين بعد عن الاجتهاد الحركي، يطرح لك اختلاف الفقهاء اشكال وانواع في قضيه صغيره فقهيه وغيرها. وايضا عندنا حتى انا لما قاعد ادرس الفقه السني اخذ ورد في كل قضيه، وهي هي يعني طبعا هذا اثراء، انا اعتقد التنوع هو اثراء، وان كان الله خلانا كنا وجهنا واحد ونلبس لباس واحد ونكل جريده واحده وناكل اكل واحد. فانا اعتقد جزء من هالفوبيا الثقافيه، الخوف، كله خايفين، كله اسلامنا باقي شوي تسوي له يطيح، انت اسلام قوي، هذا الدين جاء من عند الله، يعني مو دين بسيط من يوم، لو بينتهي كان انتهى من زمان. انت قوي، دينك قوي، بس انت ضعيف، انت ما انت قادر تستثمر مواضع القوه في الدين، فبالتالي كله خايف. احنا صار رعب، طلع كتابنا على حرب ولجورج طرابيشي والجبرات، الشباب يروحون فيها بيتخرب عقلهم، شو على قولك خرب عقول الناس، ما علم عندك نقد انتقد مو مش مشكله، بس هذا ثقافه الكتب الضاله، ولا يجوز ولا اقرا ولا ما تقرب من ولادك يقرا، انت اقرا وانت خذ الشيء الايجابي واترك السلبي. هذا جزء. الجزء الاخر انت جزء تخطط النظام، نظام المصالح. بعد على فكره ترى الجمهور هو يصنع الطاغيه. انت الجمهور ما اللي يتخذ، انا اقول لك والله العظيم طبعا الشريط طريقه في البحرين، في بعض الناس يبحث عن الخطاب اللي يدجن عليه، باقي يدجن عليه. في عندنا جمهور هو يريده، ما اقول كل الجمهور، بعض يتصلون لي مثلا يقول لي يعني سيد لازم يعني هو ما فيك بشغله، انا بقول له انا اسوي لي الشغله ويعتبر ان كلها قمه في الروحاني، لا ما اسوي، وش اسوي في المساله. في بعض الامور الجمهور يبحث عن انك تغذي بعض الاشياء اللي خطا، اذا قلت له صح ياكلك والجمهور راح شبع في الراس. وهي مشكلة في الأزمة، ترى أزمة جماهير وأزمة خطباء في نظام مصالح، نظام مصالح والجمهور ما يطالب. فأنا أقول وفي مشكلة عندنا بعد أيضا، إحنا ما في جزء من مشكلتنا ما في أدب حوار، أنت اختلف فيها الخطيب بس لا تجرحه، اختلف فيها الخطيب بس مو تعتبره هو كتلة أخطاء، في هو بشر بعد. إحنا إذا رجل دين مثلا أخطأ بمسألة، أوه رجل دين مسوي روحه مطلع مطلع بشر في النهاية، ينزل قصير يخطا غيره، انا ما قاعد ابرر، بس في بعد وجوه اخرى مضيئه، انت لا تختزل كل وجوه مواقف رجال الدين في شخص. ففي تجريح، في عندنا شباب مثقف هم ما ينتقد في رجال الدين، دليل كذا رجعيين، دليل ما يفهمون، دليل محتكرين الساحه، في انا اقول لك اخطاء بس مو كلهم، انا شو المثقف الاخر في عنده اسمه بعد، وهكذا هي البشر هالشكل.
فأنا أقول جزء من خطابنا إحنا الشيع في الحسينية وفي بعض حسينياتنا الجمهور ما يطالب، إذا بيطالب يطالب بطريقة خاطئة بأسلوب تشجيعي فتبقى المسألة عالقة. نحتاج إلى جرأة مبتنية على تفكير سليم بعد. أنت ما تريد تخربط في الدين، لكن في أدوات للتغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر سماحة السيد على هذا الموضوع الشيق، ونشكر المنتدى على إتاحة هذه الفرصة. أنا عندي نقطتين، النقطة الأولى هي الغرب أو الاستكبار، النقطة الثانية هي الفئات أو المقاومة. هاي شنو الفنائيات يعني؟ نعم. الغرب أو شنو؟ أو الفئات، نقطتين عندي. استكبار تقريبا. نعم. الغرب أو في أحد المصطلحات الاستكبار العالمي. الصهيوني. إحنا ما نكره الأمريكا أو الشعب الأمريكي أو الخطاب اللي ذكرته سواء الديني أو غيره. الخطاب ده طبعاً يكره العداوة في الغرب. بصفته أولاً كان في بداية القرن اللي فات كمحتل، الغرب سبب لنا أزمات إلى الآن نعاني منها. تقلت قبل شوية أن مصر أو اليابان سمحت لها أمريكا، وهي كانت دولة عظمى على فكرة قبل الحرب العالمية الثانية، ما سمحت لغيرها. حرب اقتصادية وسياسية مثلاً على إيران، على السودان، على كذا وعلى دول كثيرة، لحد الآن ما عطت لها فرصة أنها تطلق صاروخ إلى الفضاء مثلاً كقمر صناعي. يعني ما تعطيك فرصة الغرب أو الاستكبار، ما يعطيك فرصة حتى أنك تنتج، حتى أنك تخترع. هي السالفة مي سالفة أنك نعاديهم يعني حباً للعداوة. إحنا نعادي هالتوجه، إحنا نحب الغرب المعجبين زي ما ذكرت القوانين واللوائح، وناخذ منها سياراتنا ثيابنا كذا. يعني ما ناخذ منهم ثيابنا، ما ناخذ قوانين ونروح ندرس في الغرب. إننا هي الدولة، هو البنتاغون، هو الفكر زي ما قال بوش الحرب الصليبية، أو قال مثلا اللي مو معانا فهو ضدنا. عشان ما أطيل أنتقل للنقطة الثانية وهي سميتها الفئات أو المقاومة. ذاك الجانب، ذي الجانب الآخر المستضعف أنا أسميه. المقاومة ليش ما نسمح؟ يعني أنت تفضل وقلت يعني خلنا نتصالح مع الحكومة، والثاني اللي مو راضي متصالح يعطي فرصة لغيره. طيب برضو أنت انتقدت أن في ناس مثلا يرفع شعار، أو ليش أنت مثلا تستخدم العنف؟ قناعته هو مثلا الآن جيش الجمهور الإيرلندي من جهة عنف ومن جهة سلم. طيب أنت اترك لي في حالي، أبغى أحرر أرضي، المقاومة اللبنانية، المقاومة الفلسطينية وغيرها تعتبر نفسها مقاومات. يا أخي أنا الآن مضطهد صار لي 100 سنة، إلى متى أسكت؟ كل سلم ما يفيد. هذه ناحية. الناحية الثانية أنا أقول أن المقاومة يجب أن تصير فئات، فئة سياسية، فئة عسكرية، فئة تصالح. الشرط الوحيد أن يكون في همزة وصل بين هذه الفئات. إذا ما تصير في همزة وصل وتواصل راح يصير التكفير. أنت عملك خطأ العسكري، والعسكري يقول للمصالح أنت خائن، وهكذا. هي عملية تكفيرية زي ما ذكرنا. فنتمنى أن يكون أنا أرفع شعار، أرفع صورة، يا أخي من حقي، زي ما أنت من حقك رحت قلت للسلم، أنا يقول ما يعجبني هذا الشعار أو ذا. فأنا برضو قناعتي هذه، وهذا شعاري، قد يكون هذا إلهامي، لاحظ؟ فزي ما من حق أنها تستورد حتى أموال من الدول الاستكبارية، دولة أو النظام، أو أنت الآن لما تعطي تصالح الدولة، أنت أعطيتها شرعية. أنا الحين أبغى أشيل منها أقوى قيم عندي، مبادئ
فأنت رحت عطيتها شرعية كشيعية مثلاً على الأقل أو إسلامية وهكذا أو قومية أو غيرها. أرجو أن يكون في همزة وصل بين كل الفئات بصير المقاومة في صف واحد منه اللي ينجح. تارة نغلب العسكرية، تارة نغلب الاقتصادية، نغلب السلمية وهكذا. وشكراً وأسف على طبعاً أنا لما أتكلم في فصل في المقاومة في لبنان إسرائيل أنا هذا مهم، بس مقاومة مع الأنظمة لا عسكرية مع الأنظمة ما عنف ما قناعة فكرية وفقهية وتأصيلية وإلى أنا أمل بخطاب السلم. موجود هامش من الحرية اشتغل على الهامش، موجود انتخابات بدخل انتخابات، موجود مجلس بلدي بدخل مجلس بلدي، في صحافة بتكلم بالصحافة إلى آخره. عنف لا أمل بالعنف، لا أمل بالمقاومة، ولا أمل بشغلات عسكرية في معنى من الموجودة أنظمتنا العربية. هي قناعة فكرية وشرعية وثقافية وغيرها. قراءتي للتاريخ، قراءتي للفقه، قراءتي لتجارب الشعوب، أنا قدوة في الحياة السياسية الحديثة. ومانديلا ومارتن لوثر كينغ، مارتن لوثر كينغ زين وغاندي، هذه أنا قناعتي في العصر الحديث أتكلم يعني. اشتغل سلم، أما أدخل في عنف ودماء حمام دماء أمام الفقية، ولذلك هي أنا أما تبولي إسرائيل أحسن أشياء. أنا أعتبر المقاومة إسرائيل من سنوات شرفنا العربي والإسلام، وتاجنا كتبت مقالات السيد حسن نصر الله وفي أحمد ياسين، ونعتبرهم مسلمات شرف العربي والإسلام، ما عندي مشكلة. فهذا يعني يجب التفريق. الشغلة الأخرى التكات عن الغرب، المشكلة أنا وياه أنا أتكلم عن نظام مصالح. أمريكا طبيعي بتسوي اللي بتسوي، بريطانيا بتسوي اللي بتسوي. هذه الميكافيلية اللي طرحها الميكافيلي في كتابه الأمير، بيلبس لك ثوب إلى آخره، ولكن بجلد بثوب تسامح بجلد من نمر أو غيره. طبيعي هي بس هي طبيعة الأمر البشري يعني النظام الغربي. أنا كلامي إنك أنت شلون تعمل على أساس تستفيد من الغرب. الغرب قال لك إنك لا تسوي مستشفى نظيف. أنا متيقن في مشكلة، في مشكلة في عملية محاولة لاستئثار القرار السياسي العالمي من عند الغرب، وأمريكا تبغى على العالم، وأنا أفرق بين الإدارة الأمريكية مليء بالأخطاء ومليء الشعوب، وشعوب ترى طيبة شغلة منك طيب. تشوفها اللي تسمع عنها غير لما تشوفها في شغلات زي ولا لازم أمريكا أكيد بيعرفون مثل هذا الشيء. وأنا ما قاعد أتكلم عن إدارة أمريكا، أتكلم عن الشعوب الأمريكية وغيرها. أنت قالوا لك أنت فيهم سببوا لكم أزمة، يبون ياخذون الاقتصاد يخطفون الاقتصاد العالمي، هي طبيعي يسوونها، كل واحد انسان بيسوي، ما قاعد ابرر ليه، بس من هاي انت شلون تغير من واقع حق لا تصير انك بتبكي بتصيح عن الغرب، الغرب امريكا ما مخلت الدنيا، بس امريكا ما قالت لك اقنع زوجك، امريكا ما قالت لدولتي تخليني مستشفى كله صراصير، الغرب ما قال لك خلي وزراء ما يفهمون شيء، الغرب ما قال لك بعد روح ادرس فساد في الوزارات وغيرها. في اشياء فعلا الغرب وراها واسس اليها وسبب لنا ازمه، بس بعد احنا في جزء منا احنا بعد. يعني انا هذا اللي اريد افرق بين ان يكون، يعني يجب ان لا نكون دائما نرفع خطاب الضحيه، لان احنا جزء من وانا مجرب وشايفين حتى عملوا في اوصاف كثيره جدا. اذا احنا قال لك الغرب انك تعال انت يا شيعة لا تعتمد على الخمس بطريقة انك تسوي زين، يعني تستثمر، او قال انك تستثمر الزكاة بطريقة صحيح. ليش الخمس في بيروت وفي لبنان يأسس لنا مبرات خيرية ويسوي لنا مستشفيات ويخلي مراكز تعليمية وثقافية ويفتح لك جامعة؟ الغرب اكثر شيء عدل المقاومة، عدل ولا إذا ليش أنا قاعد ينتج في بعض المواقع الخليجية وغير ما قاعد ينتج؟ في أمر الغرب متدخل فيه، بس مو كل شيء الغرب، حتى إحنا على مستوى حتى السلطان. الأخوة يقولون أنا أول ما دخلت الصحافة، يا سيد لا تدخل الصحافة البحرينية، لا تدخل عمامة رسول الله لنا حكي، ليش؟ خلونا أدخل ودافع وأتكلم شوي جدا، لا تستغرب هاي نظرية مارة. دخلنا كلنا نكتب نكتب
ما قاعد انا والله يعني قاعد افتخر ولا قاعد اباهي ولا بس تغيرت اموره. وجو ويانا الحين مثلا واحد في شباب من الطائفه السنيه الكريمه قمه في الوطنيه، قمه في الانسانيه، قمه في الاخلاق، دخلوا ويانا الصحافه، مو منا كلمه، انا مني كلمه، احنا على تظل الواقع الموجود في العراق، وبعدين نعطي ثقافه صوره جميله. فانا لا اقول، انا لا اضع اللوم كله على الغرب في الوقت، لا اقول تاريخيا الغرب متورط وفي مشاكل و الى اخره، لكن اعتقد ان دائما العمليه القراءه ما طريقه مو صحيح، فيها سلبيات انا اقول فيها الايجابيات خلنا ناخذها، والاخطاء اللي فينا خلنا نغيرها. حتى احنا نتواكب في ظل هذه التغيرات العالميه. اما بالنسبه للصور ما مقتنع عنها. انا متزوج عندي زوجه واشوف بنات ياخذون صور مال جيران جاري ومتهاوش اياه انا بعد جاري بتقبل. هاي في قصه. لها دلالات هي تسبب لنا ازمه كبيره، ازمه ثقه. احنا لازلنا نعاني منها. انا ما اريد رفع الصور. ما احترم الطرف الاخر، ما اقول انه في وش، ما قاعد مو ضدهم. بس انا اريد اعيش. اريد اولادي يدخلون في المؤسسات، يدخلون في الوزارات، يدخلون في، اريد تصالح. تصالح، انا قلت لك تصالح مو عبوديه، مو اريد اركع واسجد على خلوك كل شيء، لا لا. ولذلك انا قاعد هاي حتى تركض هسه انا قلت له قام عدد لي الوزارات والوزراء اللي ناخذهم، قلت له هذا مو كلام حكومي. يقول انت ما خليت احد نقدته، قلت له والدليل انا ان انا انتقد واقول لخطه واحاول اغير، لكن في نفس الوقت عندي علاقه ويا السلطه. قال انت عندك علاقه ويا السلطه مستانس بها والله يزيدها بعد. انا كلش مرتاح لما يكون الشيخ حسن صفار مد ايده الى السلطه ويصير علاقه، والصور اللي خلوها في الحياه جدا اثلجت قلوبنا لما شفناه يا الامير عبد الله. شيء جميل ونشجعه ونقول له ساعده وتساعدوا مع بعضكم وابنوا هالبلد. في سلبيات من ذا الطرف منها، بس ابنوا بلدكم، عيشوا بلدكم كوطنيين كأحرار، تدافعون عن وطنكم. لن نرفض اي تدخل اجنبي في ديارنا في دولنا في اوطاننا. احنا نعدل بعضنا، نختلف مع بعضنا على ديرتنا، لكن الشرعيه موجوده، الشرعيه الحكم موجوده، ندفع بالاتجاه الاحسن خطوه خطوه نغير. تم عندك كلمه في المحاضره، في سلبيات بس الايام تتحتم. احنا بالبحرين يسالوننا اي افضل البحرين الحين او قبل؟ انا اقول لكم الحين الف مره، رغم السلبيات واعطيك بالارقام السلبيات موجوده الان، لكن في السابق كنا ايضا نخشى ان ننتقد عمزه الوزير، ما نقدر ننتقدها، مو الوزير نفسه. الان لا والله جود الوزير وتكلم عليه وجود وتحكى، عندنا صحافه وعندنا مو شيء مخملي وليس ديمقراطيه كبيره. 10% افضل من لا شيء، هل 10 بكره تصير 15، بكره تصير 20 وهكذا. نسمع الأشرطة قبل لا تسمع الخطيب الديني. لكن في العقدين الماضيين من الزمن
الزمن بعد الصحوة اللي عبروا عنها الصحوة الإسلامية يعني بمجيء الثورة الإسلامية في إيران تغير الخطاب الديني من كلا الطرفين يعني سواء كان الخطاب الشيعي أو الخطاب السني باعتبار أنه هو في إيران ارتفع هذا الصوت بعد الظلام اللي كان يعاني منها فوجه من الخطاب السني المؤثر اللي يملك المحل واللي يملك المنبر لكن مع الأسف يعني بشكل سلبي معاكس تماما وجروا المجتمعات العربية إلى بطون معارك مع الأسف خاسرة تمام لكن الرسالة اللي أرسلت لسيدنا كانت تتحدث عن الدائرة الخاصة عن المنابر الشيعية باعتبار أنه تأثير مباشر على الشباب الأمة المنابر الشيعية أكثر من المنابر السنية يعني المنبر من الإخوان السنية في المسجد تمام بينما خطابنا الشيعي هو اللي أكثر يعني يستفيد من الزمن ومن عامل المناسبات لكن يبدو خلال 30 سنة يعني على الأقل الفترة اللي واكبناها يعني بحجة الحفاظ على المعتقدات وعلى الدين وعلى السلوكيات وعلى تمام ظلينا يعني نتحرك في دائرة ما نقدر نخرج منها وعادت علينا مع الأسف يعني بالفشل وأنا أقول لسيدنا بصريح العبارة يعني أنا أروح مثلا البحرين باعتبار فيها شوي مساحة من الحرية في المنبر الحسيني نعم مثلا افترض يعني واحد مثلا الشيخ الحين المهاجر أشوف الناس ما شاء الله من تنمع وسكر السكك وشيخ عبد الحميد المبارك لما لي قارن بين خطابين أشوف مثلا العدد اللي عند الشيخ يعني يختلف تمام عدد قليل لكن نشوف يعني المقارنة بين هذا وهذا تعبئة لكن من دون نتيجة بينما هذاك يتكلم عن شيء مؤثر وعميق معي اعتبرنا لازم الان اذا نتكلم عن مشاكل اللي واجهت الامه تمام والخطاب مو بس بعد 11 سبتمبر انا اعتقد 11 سبتمبر قبل صار عندنا احنا مو داعش نتيجه طيب يعني كان يتاجر القضيه الفلسطينيه صار عندنا اربع قضايا صارت عندنا افغانستان وصارت عندنا العراق وصارت عندنا السودان ويمكن سوريا في الطريق تمام لكن مع ذلك حركوا الشارع باتجاه العنف واضح سيدي يعني انت لما تتكلم الان عن السلم هذا مو بدا يعني تجربنا من عندك هذا هو اساس يعني القران الكريم يتحدث يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم من القول بينما احنا اول ما نشهر بالسلاح مباشره يعني تمام والعنف الاسرائيلي الان مو بس على مستوى الحكومات حتى على بعضنا البعض يعني لو انا املك سلاح واشوف طرف اخر يختلف معي في الفكر ما اجي اتكلم معه في المنبر اتكلم معه لا اطلع سلاحي مباشره يعني. وهذا من اللي يحمل شبهة صاحب المنبر يعني العدل بالدرجة الأولى على الخطيب الديني أو المفكر الديني وحتى المفكر يعني بالنسبة للمثقفين ما أقول الديني فقط حتى المثقفين يعني مع أطيافهم اليسار بأكمله ما يعني ما جروا علينا إلا مشاكل فبالبداية يتخطر الخطاب يكون للجمهور خلي الخطاب يكون للنخبة هم اللي جروا الجمهور اسمها أزمة مثقف طيب سيدنا على كل حال هذه رسالة مهنة رسالة أين أعطيك إياها؟ ملتقين في الشباب ما فيكم سؤال من زمان صحيح؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم دائما أحب أشكر سماحة السيد المحاضرة الطيبة الحقيقة التي أتحدثنا يعني ما زالت معلوماتنا كثيرة فانطلق سيدنا إلى موضوع كيفية كيفية الطائفة الشيعية أو التطوير بدل ما نكون منغلقين فقط في الحسينية كيف نطور نحو إعلام أكثر إلى الطائفة الشيعية حبذا لو يعني نسلط الضوء على كمش الأساليب المثلى العملية كلها ظهور الإعلام للطائفة الشيعية وتحسين صورتها في العالم طبعا انا اتكلم عن اسمحوا لي الاخوه مثلا هو شيعيه وشيعيه يعني كم الاخوه موجودين من اخواننا من اهل السنه او شيء بس انا ترى واجه فينا مشاكل يعني نحتاج نحسن ونعدل نشيل الشحوم وتكدس على المفاصل حق شوي نطور يعني فيسمحوا لنا لو كررنا شيعيه وشيعيه وش اسمه يعني تبدا بالدار تعدل حق على الاقل يتحسن الجيران بعدين طبعا يعني ك
كيف يعني ننتج يعني السؤال بالضبط ننتج تطوير الخطاب الشيعي. طبعا هذا ما يجي يعني ما يجي من يعني ما يجي فجاه ينزل الباراشوت ويتغير كل شيء. البدايه هي تاسيس التكوين الثقافي للشخص. يعني احنا في بعض الاخوه يقول لي اتوقع لو فلان من الناس نشيله نوديه دوله فلانيه يمكن يتغير. يكون هذا يبني في يعني هذا المفاصل دي الموجوده مبنيه من جص ومبنيه من سنين 30 سنه ومبني بهالتركيبه. انت تجي ليه بلحظه بتقنعه في المجلس بساعته بتتكلم اياه؟ هذا مو منطق. يعني احنا هي المشكله. ولذلك انا اؤمن بالنقد وابحث عن الكتب النقديه. يعني انا قريت وايد في كتب نقد الاسلاميين وغير الاسلاميين وهي اللي تدوب الشعوب. هي الشعوب هي اللي تدوبها. فاحنا اولا نحتاج الى تاسيس ثقافه صحيحه. طبعا بتقول لي شلون صحيحه؟ كل واحد يقول ان الحق صوبه. بس انا اقول صحيحه يعني شلون؟ على الاقل صحيحه نسبيه. نركز على مفاهيم عامه. نركز بعقل الجمهور التسامح. تسامح يا لو وش يكون؟ زين ما دام اخوك مسلم سامح يا السني عيش اياه اخدمه تعايش اياه تسامح الى مسيحي غيره تخلق له جو التسامح. تبني في فكره ايضا مساله عدم الاختلاف. هاي جدلية هاي جدلية الوطني والخائن العميل والى اخره العميل والوطني هذه هي الامور كلها تتجود خطاباتنا وحاول انك تشيل منها شوفها كل احنا ويانا اجي لها اتكلم عن الديمقراطيه تختلف وياي الحين سيدي اخليك انت على الغلط توك تنظر بينك الديمقراطيه الحين انا جاي واحد بعض الاخوه كنت اتكلم وياه اقول كل ما بتكلم اكمل ديمقراطية أنا ما الحين ما قادر أقول لك فكرتي فترى أنا فعلا جهل مركب ترى بحسن النية ممارس القام بس هو يظن أنه قمة في الديمقراطية يعني يقدر ياخذ يعني قالونات ديمقراطية يوزعها على الناس هي المسألة أولا أنت المناهج أنت عارف المساجد وفي المآتم مالتنا وغيره نطرح شو اسمه؟ نطرح أنه في تسامح نحن الفئة الناجية في الدنيا والآخرة وغيرنا والمطل وغيرنا الجنة عرضها السماوات والأرض جنة وش كبرها الله يعني كل واحد أخذ الجنة سجلها في السجن العقابي إليه وقال فهي لي بس خلاص كل واحد يلغي الثاني خلي في الآخرة الله بي الله كفيل بعباده بس أنت في الدنيا شلون عايش جارك من ديانة أخرى عايش فإحنا لو نعلم أطفالنا المنهج مناهجنا الدراسية قائمة على التفخيخ مفخخة معدل ما يحتاج ادخل في التفاصيل مناهجنا زين حتى احنا لما ندرس في المادة والمسجد وش ندرسهم؟ تعال يا عيني وش قلد من هذا؟ اول واحد اذا بدينا نسأل قلد من حق شي اعطيه عندنا اجهزة عندنا هني في الثلاجة اللي اخذناها الثلاجة الفكرية اللي اخذناها من الثلاجة الحزبية عندنا علب سردين فكرية معلبة اذا هذا تبع المقلد الفلاني خلاص احكم على حين عرفت هذا يطلع من يعني بس خلاص حواجز نفسي فانت قاعد يتعلم شبابك واولادك على اليات فرد اجتماعيه يوميه انت شلون بكره تجي لك تسوي له حمامه سلام وتعال صير زين فانا اعتقد المنهج واحد الثقافه اللي نقدمها للشباب شلون تكون اداء خفيف الطرح ثقافه في خطر ما يقرا شيء ابدا ابدا ما يقرا معتمد على الدكتور النومي يعيده كل سنه بطريقه اخرى يعيده بس هو في نفس المكان حتى انت تستمر حتى ثقافه البكاء احنا الامام الحسين عليه السلام اعطانا الفكر بعد بس في ناس قوة انه يبكي الاخر زي مو الامام الحسين انت بتذكره يبكيك يعني تلقاه بفضل بتقعد تصيح على مواقع او تصيح بس انت انك تبالغ 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 الى درجه على حتى مثل ما يطرح الشيء المطهري صرنا نبكي على نقلة ثانيه من زود الخيال اللي جاي شلون ضربها بسيفه فقتل 20,000 رجل شلون انت بالثمان احسبها شلون تصير؟ انت ما بتضيف شيء نفس اللي جو في التاريخ كانوا يبكون كانوا شو اسمه يكتبون لاجل رسول الله لاجله مو عليه